تعيد اللقطة هناخد مع بعض ريسك ولو لمرة نجوم في السماء لما تعرفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش انه يجازف والباقي بقى انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش الخوف مكان واستماع نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء استعدت. ايه اكبر مغامره عملتيها في حياتك؟ اخر حاجه يعني انا كنت في المغرب من اسبوع كده، بس المغامره في ده ان انا كنت لوحدي، فدي كانت مغامره كبيره بالنسبه لي، لان انا دايما لما بسافر لوحدي بيبقى عندي شغل وما بروحش غير بس على مكان الشغل وخلاص. المره دي انا كنت رايحه يعني اتفسح ورحت كذا مدينه وكنت معتمدة على نفسي تماماً، يعني دايماً لما بيبقى معايا حد دايماً ببقى معتمدة عليه في كل حاجة. كنت مبسوطة قوي إن أنا لا معتمدة على نفسي في كل حاجة ومركزة مع كل حاجة أنا بعملها. يعني بجد لما قضيت السفرية دي قلت هو أنا إزاي بجد لسه ما خلصتش كل المدن الحلوة قوي اللي عندنا هنا. يعني أنت من النوع اللي بتحسبي المغامرة ولا قلبك مقويكي وبتدوسي فيها على طول؟ أنا بحب أغامر. بس يعني لو يمكن حسيت ان المغامره دي ممكن تاذيني او ممكن ما اعملهاش. ايه الحاجه المستحيل تغامري بيها او اللي تاذيكي؟ سكيينج مثلا ما بحبوش، بالذات لو في مكان بتاع سكيينج، يعني مش حاسه انه ممكن افضل اتفرج عليه من بعيد، بس ما احبش اعمله. يعني مش عارفه، يعني بحس الحاجات دي شويه ممكن تبقى مؤذية، خصوصا ان انا عمري ما عملتها. يعني غير السكاي دايفنج ايه المغامرة اللي نفسك تعمليها؟ سنوركلينج. اشمعنى؟ يعني بحس ان هو حاجة يعني حلوة جدا، بس شوية عندي ايشوز كده في موضوع التنفس، يعني بخاف ان انا مش هعرف اتنفس كويس. مع ان هم قالوا لي ان هي يعني عادي سهلة يعني، بس ان شاء الله اعملها. يعني ايه اكتر اغنية ليكي لايقة على الموقف اللي احنا فيه دلوقتي او حساها كده؟ ولينا رقصه لينا رقصه انا وانت وما فيش حاجه ناقصه، مزيكا وفرحه كبيره خالص انا يا حبيبي كده خالصه. ولينا رقصه. احنا خلصنا اسئله، هنكمل باقي الاجراءات عشان تاخدي ختم المغامر، وهنروح دلوقتي نعمل في ار تيست كده بسيط عشان نختبر فيها ردود فعلك وثباتك الانفعالي. جاهزه؟ انا عمري ما جربته بس تمام. يعني هتشوفي كل حاجه دلوقتي. يلا بينا. انا لابسه احمر جوه. ابتديت ثانيه. طب انا احنا كده بنطير ولا بيحصل ايه بالظبط؟ اهي احنا بنروح من كده. انا شايفه دايره ثانيه. اطلعي المكان. انا بقى خسرت. كارمن انت 98% مغامره. ايه ده حلو جدا. وده هيديكي لقب المغامر اللي مش سهله خالص. جاهزه دلوقتي لتاشيره المغامر؟ خلاص بقى جاهزه. تمام. 98. قبل ما نعمل المغامره هتعملي فويس نوت، هتبعتيها لنفسك، تبعتيها لاي حد. أوكي. هتقولي اي حاجه انت حاساها. ماشي يلا بينا. عادي اقول اي حاجه؟ اي حاجه. ماشي. زوزي كارمن، واحنا في طريقنا للمغامره والاول مره هتعملي سكاي دايفنج، كان نفسك مين يكون معاكي دلوقتي ويشاركك اللحظات دي؟ هو مصطفى يعني، بس هو ما بيتحمسش للحاجات دي وبيحب يعني يغامر ويعمل حاجات وكده، بس ملوش في المغامرات. طب ايه رايك تكلميه فيديو كول؟ ماشي. وتحكي له كده هتعملي ايه. اوكي يلا بينا. اوكي. هاي الو. ازيك؟
الحمد لله. بص انا في الطريق دلوقتي رايحين نعمل السكاي دايفنج قدامنا 10 دقايق كده. متحمسين؟ متحمسين. كان نفسي تكون معايا والله، بس انت بقى ما لكش في الكلام ده خالص. يعني هتشجعيني وهنعمله مع بعض بقى ان شاء الله. بصي هتبصي على الاخر. ثانك يو. نجوم السماء، نجوم السماء. دي اكتر حاجة مجنونة هعملها في حياتي. يلا بينا. متحمسة قوي قوي. عمرك استخدمتي الاير فريم مود في تليفونك برا الطيارة؟ انت لما تبقى عايزة تفصلي ولا ايه؟ لما مبقاش عايزة يعني حد يكلمني خالص. تمام. يعني في اوقات كده يعني، بس مش كتير يعني، ما مش كده كتير، بيبقى يعني نادر قوي. اوكي. عامله بلوك لكام رقم على موبايلك؟ لا يعني مش ما عدتش يعني، بس الارقام السخيفه يعني. بس طب على السوشيال ميديا برضو الناس السخيفه. برضو الناس اللي بتستظرف يعني، بس مش كتير برضو، لان انا ما بركزش قوي يعني. كارمن، ايه اول اغنيه عملتيها في حياتك؟ كلام كلام. تعرفي تغني لنا حته منها دلوقتي؟ عمال بتقول كلام كلام من يوم ما عرفتك. ولا الصوت مش راضي يطلع صح. نجوم السماء، نجوم السماء.
كارمن، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاملة ايه دلوقتي؟ حاسة بايه؟ احساس يجنن. انا كنت مبسوطة قوي قوي قوي. حسيت كده انه انا كنت طايرة يعني فعلا، بس لا جميل. انا كنت سعيدة جدا. انا كنت فاكرة ان انا هخاف، بس لا ما خفتيش خالص؟ لا ما خفتش. انا ولا كنت ولا لما الباب اتفتح ولا لا. بصي انا الوقت الخوف ده واحنا خلاص نزلنا، يعني دي شويه فيها سنه خوف. اوكي. لكن لما حتى الباب اتفتح وشفت يعني كل حاجه قدامي تحت وكده، لا ما كنتش حاسه بحاجه فعلا. يعني ودي حاجه كانت بسطاني، يعني ان انا I'm so excited ان انا اعمل الاكسبيرينس دي. انت اصلا جيتي الفيوم قبل كده ولا لا؟ جيت مره واحده بس. اوكي. ورحت بس عند الشلالات بس، ما عملتيش اي حاجه تاني خالص. عند الشلالات الفيوم بس هي اللي روحتها وتصورت ساعتها وكده، وانا لسه كنت في اولى جامعه. بس عايزين نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتيها قبل ما تطلعي الطياره. اوكي. زوزي، مصطفى، فرح، مامي، بابي، كل عيلتي جميله، انا بحبكم قوي، وانتوا بجد بجد يعني احلى حاجه في حياتي، وربنا يخليكم ليا. وعايزه اقول لنفسي انه انت عديتي بحاجات كتير قوي قوي صعبه، وان شاء الله اللي جاي احلى. برغي كتير قوي يعني، وانت كل شويه بتبقي اقوى، فانا فخوره بيكي، وان شاء الله دايما تكوني احسن يا كوكي. طيب كارمن، احنا اتبسطنا معاكي جدا النهارده. اتمنى انك كمان تكوني اتبسطتي جدا جدا، يعني ثانك يو على الاكسبيرينس الحلوه قوي دي. طيب اخر حاجه بس هنعملها ان احنا ناخد سيلفي مع بحيره قارون وبس كده. اوكي يلا بينا. Yeah.
عشان مستقبل.